السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أصدقائي. اليوم غادي نشرح لكم كيفاش تحذفوا الصوت من الفيديو. طريقة سهلة بهذا التطبيق كين ماستر. غادي ناخدو هذا الفيديو على سبيل المثال كيف ما تسمعوا فهو الصوت. أنا غادي نوريكم كيفاش تحذفوا الصوت من هذاك الفيديو. على بركة الله تنتوجهوا للبرنامج اللي تقدروا تحملوه من بلاي ستور. كنضغطوا على بروجي فيد ثم ميديا. من بعد تنختاروا الفيديو اللي بغينا هكا، ثم كنضغطوا على الفليش بالأعلى. كندخلوا للفيديو وهو هذا. كما تشاهدوا غنجربوا كيبان لنا ان الصوت قدام. اذا اول حاجه غنديروا غادي نبركو على هاد الفيديو بالاسفل كما تيبان لكم في السهم، وغنبركو على علامه الصوت. غنهبطوا عند جوج ديال معرفش شنو سميتهم اللي كيرفعوا الصوت. من بعد غنبركو على العلامة الصحيحة، ثم غادي نجربو. كما كتلاحظو الصوت اختفى. ثم غادي نبركو على السهم الصغير في الأعلى، ثم غادي نبركو على الفيديو اللي تحط. دابا الطريقة باش نحافظو على هاد الفيديو باش نحطوه عندنا في التليفون، كنبركو على هاد العلامة ديال بارتاجي، ثم اورجستري لا فيديو سيغ لا غالوغي، ثم السطر بالاسفل ضغطة واحدة، ثم سنختار بطبيعة الحال الصيغة هاتش دي، ثم سننتظر قليلا كما هو مبين في الصورة 47 ثانية. إذا لا تنسوا أن تدعمونا باشتراككم وتفعلوا خاصية الجرس ليصلكم كل جديد القناة. إذا بعد اكتمال التحميل نضغط أوكي، ثم نتوجه لنشاهد الفيديو. إذا كما نرى هنا أصبح لدينا فيديوان. هذا الفيديو الأول وهو بالصوت، وهذا الفيديو الذي اشتغلنا عليه وهو بدون صوت كما تشاهدون. إذن الآن سأريكم كيف تضيفون صوت بدل الصوت الذي كان من قبل. إذا كل ما عليكم هو التوجه للفيديو الذي قمتم بتعديله وأصبح بدون صوت. ثم إذا كانت لديك موسيقى أو نغمة يمكنك أن تذهب إليها من هذا الزر. إذا لم يكون لديك وأحببت أن تضيف تعليقات أو تشرح عن طريق الكلام يمكنك الضغط على هذا الميكروفون، ثم تضغط على ضماري وتبدأ بالشرح أو بالتعليق على ما يدور في الفيديو كما هو موضح الآن. إذا كان هذا كل ما يتعلق بشرحنا لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استفدتم معنا. لا تنسوا أن تدعمونا وأن تضعوا زر الإعجاب إذا أعجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.